ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الكرام في فقرة جديدة من فقرات برنامجنا سر الحكاية. فقرتنا النهاردة مميزة جدا عشان معانا نموذج ناجح جدا من الأم المصرية الناجحة اللي قدرت تشتغل على نفسها وتعمل شفت كارير في وقت قصير جدا، وبرضه كان صعب جدا يمكن عليها. معانا باشمهندسة منى توفيق اللي هتحكي لنا قصة نجاحها وسر حكايتها في سر الحكاية. خلوني ارحب بمنى معانا. صباح الخير يا منى. صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله، منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك. بقالنا قد ايه بنتواصل؟ سنة تقريبا على الحلقة دي، يعني من سنة كده يا منى كنت بتكلم معاكي وكنتي لسه مسافرة، وهنزل يا أميرة ونعمل الحلقة بتاعتنا. فين بعد سنة منى مرت بتجارب كتيرة الحمد لله ما شاء الله، تجارب كتيرة ناجحة جدا جدا جدا، قدرتي توصلي لهدفك في وقت قصير قوي قوي. عشان كده انا حبيت النهارده تكوني منورانا وتتكلمينا عن رحلتك وتجربتك الشخصيه كمنى توفيق المهندسه الاول، وبعدين منى توفيق الام. بصي، مبدئيا ما وصلتش لهدفي لسه، شويه كتير يعني. طول السنه كنت بكتب ان هي بدايات، ولسه بدايات النجاح، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. غيرت كارير كتير اول فتره اللي فاتت. اول ما اتخرجت خالص اشتغلت في شركه عقارات كانت كبيره، عشان انتي اصلا مهندسه. فاشتغلت فيها فتره، وبعدين لما اتجوزت وكان عندي في نفس الوقت براند باسمي إليت، كان براند ملابس. ده قبل الجواز بعد الشغل يعني؟ قبل الجواز مع الشغل، مع يعني الشغل. كنت عاملاه مع الشغل. ما كانش ليا في التفصيل نهائي، ولا بحبه ولا بحب التفاصيل بتاعته يعني. كنت عامله مجامله عاملاه مجاملة؟ كنت عامله مجامله يعني، دخلت فيه مجامله لاختي وصاحبتي، يعني يا صاحبتي جدا والاثنين بيحبوا المجال قوي، ولا ادخلي معانا عشان انت اللي ما بيننا، اختي وصاحبتي مين اللي في النص، انا اللي ما بينهم. دخلت فيه فعلا ونجح الحمد لله، وقعدت فيه من 2000 و 2010 لحد 2019. بتعملوا ديزاينات وفي مجال انا انت اللي مش كنت بتحبيه ومجامله اختك وصاحبتك فيه؟ بصي، انا اللي مسكت حته الديزاينات، انا كنت بعملها كويس ولما ترسميها. سافرت برسمها وببعت نصمم ونعمل وانزل، وكنت بنزل من السعودية كل سنة او كل 6 شهور نعمل تصوير ونعمل موديلات، والحمد لله كان ناجح جدا. وكان في يعني كان في التوزيع وصل لمصر كلها، محافظات مصر، ووصلنا لخارج مصر في هايل. السعودية. حققت الحمد نجاح لله. كويس يعني ما الحمد شاء لله الله. اشتغلت فيها كويس جدا. ومن هنا كنت بدأت أعمل علاقات، إن أنا بدأت أعمل كاتيجوري معين من الكلاينتس اللي عندي، حاجات يعني ناس معينين، فبدأت أعمل العلاقات ديت، فبدأوا يعرفوا منى شخصيا. يعني من هنا بدأت إن هو منى لما اتعرفت، اتعرفت من ناس كتير قوي شخصيا، لأن اوريدي كنت بتقابل معاهم وفي ما بيننا كلام وحوار على البراند والمبيعات والحاجات دي ما شاء كلها. الله يا منى، انت اصلا كده شاطره يا منى. ليه بقى؟ انت عملتيه مجامله بس الناس عرفت منى. انت الحمد لله. تدوري بتسعي بتعملي، طبعا هم طبعا يعني مجهودهم لا يقل اهميه عن مجهودك، بس انت اكيد اوريدي لا، هم شاطره. كانوا ماسكين حاجات كتير اكيد جدا طبعا. معايا طبعا، لا كانوا ماسكين حاجات كتير قوي واصعب مني بكتير. اوكي. بس انا لما سافرت بره مصر الموضوع شويه بقى بالنسبه لي صعب ان انا اكون متواجده طول الوقت، صح. فقسمنا بقى مهمات، بقت متقسمه اكتر. بس ودي كانت اول حاجه لما سبت خلاص بقى مجال العقارات، الهندسه خالص وبدات في الفاشون ديزاين. ان يبقى شغل حر ليكي. بدات فيها في السعوديه، اول ما رحت طبعا كان كله اسود في اسود، كنت الدنيا كانت. ما دي بقى البدايه، السعوديه بدات فيها، كنت انت وقتها متجوزه ولا برضه؟ لا كنت متجوزه. كنت متجوزه. رحتي بداتي في مجال شغل في مجتمع في وقتها يمكن يكاد يكون كان لسه مغلق كان شويه، مغلق يعني احنا كتير. الان السعوديه فيها تطور كبير جدا، ويعني في حاجات كانت موجوده زمان مش موجوده دلوقتي، خلاص كل والعكس حاجة يعني. اتغيرت دلوقتي، مش حاجات، هي المجتمع كل بقى حاجة منفتح اكتر، بقت كل حاجة دلوقتي غير زمان والمراه بقى لها حقوق وحريات اكتر ان هي تقدر كتير تتحرك كتير، بشكل نزل افضل. لها قوانين يعني، ياه. يعني خلاص بتحميها. بقينا يعني. لا السعودية دلوقتي بقت دولة ما شاء الله غير الاول خالص، متطور. جدا. فانا لما كنت في اول ما بدأت فيها كشغل كانت صعبة، كانت صعبة جدا، اللي هو الوقت اللي الستات لابسه عبايات سودا فقط. اسود ايوه، وفي وانتي بعض المناطق بيلبسوا النقاب اساسي، اساسي يعني في اصعب وقت اللي هي اصلا ما كانش فيه مجال للمرأة اصلا قابلني. بدأتي. بصي، قابلني حاجات كتيرة جدا توقفني، يعني قابلني كتير توقفني. كنت مثلا اعمل لون بني،
اسمع طبعا. كلام اسمع كلام اللي هو انت ايه الالوان دي انت، كنت بسمع كلام كتير وكنت بلاقي مشاكل كتير قوي اللي هو لا استوب بقى خلاص، والاقي احباط يا جماعه لا خلاص، واكلمهم هنا في مصر لا خلاص مش قادره ان انا اكمل هنا في السعوديه، الوضع بقى صعب. بدات افكر في حاجات الدنيا تفتح فيها شويه معايا، وقلت خلاص خليني مصممه شويه مش من اول كام شهر. بدات اعمل بازارات و بازارات في السعوديه في السعوديه اه انت اللي عملتي البازارات في السعوديه. بصي انا كان اللي كان متابعني من الاول وبياخد يعني وفي تعامل بيشتروا، كانوا بيقولوا لي انت بدايه تحول الوان في السعوديه، كان فعلا فعلا، وكنت اول حد حتى التاجرات اللي هناك عارفين ان انا كان من الناس اللي في التجار التجار اللي هناك عارفين اللي هم الاونلاين. أيوة. عارفين ان انا سبب في تغيير اللبس في الاول في الالوان يعني الاول. شوفي يعني احنا اصحاب قد ايه، واول مره اعرف ان تغيير العبايات من عند منى توفيق. يعني كان بادئ بدايه من الالوان، بدات ادخل يعني عملت عبايه كان في بدايتها حطيت كنار فوشيا فسفوري. أيوة. واللون التالت كان اسود، كانوا ثلاثه جنب بعض فكانوا منورين. ايوه اللي هو وبقيت العبايه سودا، بقيت العبايه اسود. ما خلاص بقى ما بحاول ادخل واحده اشوف رد الفعل ايه. برافو عليك. اتكتب عنها مقال ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، اتكتب عنها مقال وما زالت على جوجل لحد دلوقتي، اتكتب عنها مقال كبير ان هو ان ده كان تغيير في الالوان وتغيير في اللبس هناك، وكانت حلوه جدا وعملت معايا مبيعات حلوه قوي قوي ونجحت فيها. ما شاء الله برافو عليكي. برافو عليكي. وقفت بقى في 2019. ليه بقى؟ كنت حامل وقتها. وكورونا اوكي 2018 2019. أيوة. كله خايف وانا نفسي مترق. خايفه والوضع مش احسن حاجه. أوكي. فقلت لا خلاص مش نافع اكمل فيها. ياه. بس وقتها كنت حبيت جدا الماركتنج، يعني حبيت قوي التسويق. ما شاء الله انت شاطره فيه مع انك ما درستيهوش وقتها، ما كنتيش درسيه. لا بعد كده بقى بدات اشتغل فيه. خلاص اخدت بقى خبره فيه كويس قوي. من ما هو بصي الخبره بتعلم احسن من التدريس والله. طبعا والله قعدت فيه كام سنه، فلا خلاص دماغي قلت خليني اركز في الدعايه شويه والماركتنج كده اشوف دنيته ايه. ايه اللي خلاكي تدرسي ماركتنج مع انك ما شاء الله يعني تجربتك مخلياكي اشطر واحده في الماركتنج؟ يعني انت كواحده قدامي شاطره، ممكن دارس مش شاطر زري. انا خلاص اخدت الخبره. أوكي. بس الدراسه هتفيد بتفيد، بتديكي تكات معينه هتقدري تكملي بيها فبتفيد. لا من ناحيه فادتني، هي فادتني جدا. اخدت الكورس وبدات اتعامل بيه، وقعدت شويه كده اشتغلت في شركه والحمد لله لقيت نفسي فيها، كنت مميزه فيها الحمد لله. شركه خاصه بايه بقى؟ كانت اول شركه اشتغلت فيها كانت ادوات منزليه. اوكي. كنت شغاله فيها ماركتنج. اوكي. وبعديها اشتغلت في دعايه واعلان، شركه دعايه واعلان. اوكي. وبرده الدنيا فيها كانت حلوه جدا بالنسبه لي، بدات اتعلق بيه اكتر بقى. أوكي. اللي هو انا لقيت حته يعني هي دي. ما كنت لسه اقول لك دعايه واعلان دي خطفوكي كده. انا لقيت هي دي الحته اللي انا لا عايزاها بقى خلاص. واحده واحده الموضوع بدا يتطور ان انا لا عايزه يكون في حاجات اكتر. اوكي. ففكره بقى السوشيال ميديا جت كده باي لك. ازاي يعني بقى؟ كنت راكبه في العربيه وماشيه وسايقه، وواحده صاحبتي بتكلمني بتقول لي على بلوجر يعني. بقول لها ايه ده بجد عملت كده؟ قالت لي، قلت لها طب ايه رايك ابقى بلوجر؟ قالت لي ده انت تبقي فظيعه هتنجحي جدا. قلت لها فعلا؟ قالت لي طب خلاص انا من النهارده بلوجر. بس كده. فجت وانت اوريدي انا في ناس كتير عارفاني يعني في السعوديه. في السعوديه معروفه. انا عارفه ان انت كبلوجر معروفه في السعوديه. وما شاء الله شركات كبيره جدا بتتعامل معاكي. الحمد لله. بيبقوا حابين ان انت تنزلي ايفنتات ليهم وتمثليهم في حاجات كتيره جدا، فده يعني ده انا عارفاه. بس فهي بدات من هنا كده، وطيب خلاص تمام. وبدات ما كنتش بحب التصوير خالص خالص، ما بعرفش اصور اصلا. بدات بقى اتفرج على اليوتيوب واشوف الدنيا ايه، واوبشنات بقى التصوير ايه، ومفروض العده تكون موجوده، المعدات اللي هي الحاجات البسيطه اللي في البيت. بدات واحده واحده تصوير، نزلت اشتغلت بعد كده في الكوزماتكس. كانت دي النقلة اللي ساعدتني في من نفس دي. شركة الدعاية والإعلان ولا كنت ستوب دعاية وإعلان؟ كملنا بلوجر، ومن البلوجر رحت اشتغلتي في كوزماتيك. ازاي بقى؟ بصي في الكورونا لما وقفت انا حد ما مش حد بتاع قعدة بيت، ومش حد بتاع ما بيتكلمش مع ناس. لازم يكون في حاجة بتحصل. ما كانش في حد في السعودية عارف ينزل يكشف خالص، ما حدش عارف يروح لدكاتره المستشفيات، كل ده والحظر ممنوع. الا لو فكره ايه بقى؟ الا لو انت طبيبه او زوجك طبيب، ده معاكي تصريح، غير كده ممنوع. كان صعب قوي بقى ده فعلا في السعوديه جدا. طيب نعمل حاجه لطيفه،
هعمل جروب يا جماعة، وقلت لاتنين من صحابي تعالوا نعمل جروب ونجمع كل التخصصات بتاعت الدكاترة ونعمل أسئلة واستشارات ونبدأ نشوف الدنيا هتمشي ازاي فيه. برافو عليك. فالاتنين راحوا ضاحكين، انت تافهة ايه يعني لحد دلوقتي اما اكلمهم هو عايزه اقول لك عمل بوم هناك مش طبيعي. طبعا مش طبيعي طبعا. وقوى علاقاتي من يعني اعتبر كنت ما فيش يعني بالرغم كل ده. لا كان حاجه كانت نقله تانية خالص بالنسبه لي ما شاء الله. عملت فعلا الجروب، بدات ادخل على دكاتره كل التخصصات تحبي تكوني معانا، ودي حاجه هنعملها لوجه الله ما فيش منها اي مقابل، ولما الدنيا تمشي هنقلبها دعايه. برافو. هتستفيدي واحنا هنستفيد. شطوره. عملت دوت وبدأت أجمع ولقيت الدنيا لطيفة جدا والجروب اتملى ناس، وبقى عملت جدول يوم السبت مثلا عندنا النساء، يوم الحد عندنا الأطفال، يوم التلات عندنا الجلدية. برافو عليكي. عملت مستشفى أو عيادة صغيرة. دي حقيقة. والدكاترة معانا، وأي حد حابب يدخل يسأل في أي وقت تدخلي برايفت تسألي ما عندكيش مشكلة خالص. والدكاترة بترد أوريدي في وقتها. في وقتها احنا بنعمل من 8 ل 10، من 10 ل 12 تكون منظمين. ما كانش هادك عليكي او كتير. كان هادك. بصي كان هادك، وكان معايا اتنين ادمن اللي هم اصحابي، هم واحده واحده حسوا ان هو لا هنا ايه ده بيقوه. لازم نقعد الساعتين. قلت لهم طب خلاص لو مش حابين مفيش مشكله انا هكمل فيه. انا لقيت ان اولا دخل فيه ناس جديده، ثانيا انت بتساعدي ناس فعلا هي مش قادره تروح تكشف، وكانت استشارات حقيقي لازم دكتوره ترد دلوقتي، يعني الدكتوره لازم ترد دلوقتي. انا كان ساعات الساعه 2 بالليل الاقي تليفون منى الحقيني بسرعه عايزه رقم دكتوره كذا. فدي في حد ذاتها بالنسبه لي اللي هو طب انت بتساعدي حد من غير ما تعمليش المجهود الخطير. يعني كورونا احنا كنا قاعدين في البيت كلنا، حتى اللي بشار كنا قاعدين في البيت. فليه لا؟ فبدا جوزي يشجعني عليها بصراحه. لا حلو. والدكاتره بداوا يسالوني، هو دكتور فالدكاتره عرفوا خلاص ان انا زوجته، فبداوا يسالوه هي زوجتك عامله ايه، وبدات من يتسال طيب دخلي دكتوره كذا معاكي في الجروب، قالت لي خلي منى تدخلني معاها. بدا الجلديه لما الكورونا خلاص خفت، الجلديه هي اللي اكتسحت عندي، الدرما او كانت الطب عندي في الجروب. فدكاترة الجلدية بدأوا يكلموني منى انت عاملة جروب وسمعنا وكذا وكذا، بدأنا نعمله زي دعاية. اعملي عرض مخصوص للجروب باسمي، باسم منى، ويجولك على العرض ده. ممكن نعرف اسم الجروب ده ايه؟ برنس جد. اوكي. فعملنا ده فعلا، وقعدنا 3 سنين ماشيين حلو جدا جدا جدا. بدأت شركات تبعتلي انزلي اشتغلي معانا، يعني بس مش من بعد 3 سنين، يعني من اول سنة الشركات بدات تبعت لي عايزينك تنزلي تشتغلي. يا منى كل ده عملتيه في مجتمع مغلق وفي فتره قليله، او فتره الكورونا دي فتره دايما بعتبرها حرجه، وسبحان الله كل اللي بيجي عندي اغلبهم بيبقى ابتدى من الكورونا. يعني سبحان الله كانت فتره رزق وحاجه كويسه لناس كتيره. فكون ان انت ابتديتي تشتغلي في مجتمع مغلق وتدخلي بالتجارب دي كلها وزوجه وام، دي نقطه مهمه لازم هنتكلم فيها برضو. فده بالنسبه لي انجاز، انجاز كبير جدا. طبعا. بصي زوجة وأم، أنا معايا زوج الحمد لله الحمد لله الله. هو في ظهري ما شاء الله، وهو شايف إن أنت عايزة تنجحي في حاجة ما شاء الله. وعندك إصرار أنا معاكي انجحي ما شاء الله. ما نجاحك شاء الله. من دايما يقولي نجاحك من نجاحي ما شاء الله. يعني هو الكلمة دايما لما بيقولها لي بحس إن هو طب انجح أكتر، فأنا هنجح أكتر ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض. الله أكبر ما شاء الله. دلوقتي أنا لو بتفرج عليكي وشايف منى توفيق بتتكلم عن إنجازات، بتتكلم عن حلول بتقدمها للمجتمع مش لشباب، لمجتمع كامل، وعايزه اكلمك واخد منك نصيحه. اي حد هيتواصل معاكي على البيج تقدري تنصحيه وتقدمي النصيحه كامله لي وتساعديه؟ بصي انا بيكلموني فعلا، انا شايفه لو انا ما قلتش النصيحه وحد مجتهد هيوصل اكيد هيوصل صح. فوقتها لو هو وصل مش يعني انا مش هقدر، لو انا عايزه استفيد منه مش هستفيد منه، فاحنا في الاخر بنفيد بعض. ممكن كتير الكونسبت ده عنده لا انا اللي ليا دي حاجتي انا، لا خالص. انا شايفه ان بقول علشان انا في طريقي وانا مركزه في شغلي ومركزه في ان انا اكون انفلونسر، عايزه تفيد الناس وعايزه تكون حاجه ايجابيه. فما عنديش اي مشكله خالص، واللي بيكلموني عارفين ده كويس ان لا اعملي ده وهيقابلك مشاكل كذا وحليها كذا وهيقابلك حاجات حلوه كذا كملي فيها. انا في الاول كنت بسال ناس كنت بلاقي ابعدي عن المجال ده خالص. الرد كده ابعدي، اوعي تفكري، اوعي خلاص يعني. أيوة ده أيوة. فاللي هو فكر طب انت مكمله فيه ليه لما اوعى افكر ايه الفكره. فلما دخلت فيه والحمد لله بدات فيه، لا طبعا بقول انت عارفه يا منى، علشان كده دايما انا بقول الانفلونسر ده مش اي حد نقول عليه انفلونسر، مش اي حد
برضو كلمة بلوجر أنا دايما أقولك أنت بلوجر مفيد، انفلونسر فعلا بمعنى كلمة، كل ما تحمله معنى كلمة تقدري تفيدي اللي حواليكي، تقدري تفيدي الناس، وأكيد أكيد زوجك فخور بيكي، أولادك الصغننين دول فخورين بيكي من دلوقتي، وهم كبروا وهيبقوا فخورين بيكي أكتر. أنا مبسوطة منك جدا يا منى، خطفتك كده في عز زنقة السفر والزحمة أنا عارفة. بشكرك على وقتك معايا، بشكرك على يعني استجابتك للدعوة إنك تنورينا في برنامج سر الحكاية، نموذج ناجح للست المصرية والمرأة العربية اللي في أي مكان بتحطيها بتسد، في أي مكان تقدر واقفة كده، واقفة بمئة راجل، وفي نفس الوقت الحمد لله محافظة على كيانها وضعها كست وكمرأة. الحمد لله أنا مبسوطة أن أنا قابلتك بعد السنة دي الحمد لله. وحقيقي يعني بشكرك على اللقاء الخفيف الجميل، إن شاء الله يكون خفيف على اللي بيسمعوا بإذن الله. أكيد ده هيطلبوا مني تاني، احنا عايزين مرة وتشوفي بقى هيعملوا معاكي إيه. يلا أنا معاك ونأجل السفر. يا ريت وتفضلي معنا تاني وتالت ورابع، إن شاء الله نتقابل بعد سنة إن شاء الله. أكيد أنا واثقة هتكوني في مكان تاني برضه. يا رب ان شاء الله باذن الله. يا ربنا يوفقك واتمنى لك يا رب دايما النجاح والتوفيق. انا حابه في الاخر اشكر زوجي دكتور رامي، وبقول له ميرسي جدا جدا على كل اللي انت بتعمله معايا، وعلى المجهود والتعب وعلى تشجيعك. وحابه اشكر ولادي على ان هم احيانا بيتحملوني وقت ضغط الشغل مع الحاجات التانية اللي بعملها على السوشيال ميديا، فاحيانا باجي عليهم، فشكرا ليهم جدا، وربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي. مشاهدينا الكرام، كده فقرة مميزة جدا من أميز الفقرات اللي أنا صورتها، أتمنى يا رب تكون عجبتكم. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، انتظروني.